الاصل الموضوع باش نرجعوا له من الاول، خاطر انا فقدت الاخ الشقيق، لكن فاقد اخوه اكثر من معناتها الكثير، معناتها لانه كي نرجعوا للاصل المشكله انه اللي مشاو لسوريا وتوفاو غاديكا هما جمهور نتاع جمهوري مثلا من 16 ل 27 سنه، معناتها كان خويا الشقيق واحد منهم. نعم. كان في حاله نفسيه صعيبه معناتها بعد وفاه اصدقائه، وعنده زوز اصدقاء توفاو معناتها في حوادث عاديه في تونس، قا روحه منهار ما لقاش حتى مكان يلتجأ له غير المسجد، في المسجد لقى ناس معينين معناتها خذوه وعرفوا كيفاش يغسلوا له مخه وكيفاش يعني كنتوا عارفين انه مرقت فتره قبل ما يذهب الى سوريا، وكان واضح عليه، كان مبين عليه انه هو عم يتطرف، انه هو ربما سيلجأ الى جماعات. لا تطرف لا، لانه ما هم كلهم ما يظهروش معناتها ما يبين لكش انه ماشي في طريق تطرف، لانه معناتها مدربين مش مدمغجين بطريقه صحيحه وعلى قاعده معناتها يعني انت ما لاحظت عليه؟ لا فجأة فتت على الغرفة وخيك مش موجود. صح.